نبص على الساده المشاهدين نشوف ترتيب المجموعات طبعا بعد الجوله الاخيره من دور المجموعات. نشوف المجموعات، نبدا بالمجموعه الاولى طبعا، ومانشستر سيتي في المركز الاول ب 12 نقطه، يليه باريس سان جيرمان ب 11 نقطه، طبعا لايبزيج في الاوروبا ليج في المركز الثالث بسبع نقاط، وكلوب بروج رغم بدايه قويه، كلوب بروج كان بيتعادل مع مع باريس سان جيرمان في اول مباراه، لكن في الاخير طبعا نهايه باربع نقاط وخروجه حتى عدم حصوله على على الدوري الاوروبي. نتكلم المجموعه الثانيه، ليفربول بالعلامه الكامله 18 نقطه، يليه في المركز الثاني اتلتيكو مدريد بسبع نقاط، وكانت المنافسه الشديده ما بين بورتو وميلان على مقاعد اليوروبا ليج، ولكن طبعا هزيمه الميلان في المباراه الاخيره امام ليفربول وقدر بورتو انه يحصد المركز الثالث. نخش على المجموعه الثالثه، اياكس بالعلامه الكامله ب 18 نقطه، يليه سبورتنج لشبونه ب 9 نقاط، وكان في حرب، ويمكن بروسيا دورتموند هي يمكن المفاجاه محسن في المجموعه ديت، ان عدم تاهل بروسيا دورتموند كان مرشحه طبعا على ورق على الاقل قبل لشبونه، ولما لا كمان قبل اياكس، فسبحان الله تراجعت المركز الثالث، يعني هي مفاجاه اشبه بمفاجاه برشلونه كده، اعتقد مفاجاه كبيره. بروسيا دورتموند كان مرشح لصداره هذه المجموعه، لكن بروسيا دورتموند يمكن في الدوري الاوروبي بشكتاش واضعف فرق المجموعه كامله، ست مباريات بطوله يا عم، ست هزائم كله ما شاء الله اصفار، يعني بشكتاش المفروض من الفرق القويه في الدوري التركي، ولكن على المستوى الاوروبي ما اداش بشكل جيد. ريال مدريد ده المجموعه الرابعه، ريال مدريد مركز اول 12 نقطه، الانتر 15 نقطه، الانتر ريال 15 طب نشوف، يا طبعا ريال مدريد في المركز الاول، انتر في المركز الثاني، تشيريب تراسبول في المركز الثالث، وشختر في المركز الرابع. ترتيب المجموعه الخمسه، بايرن في الصداره بالعلامه الكامله، بنفيكا في المركز الثاني 8 نقاط، وبرشلونه طبعا للاسف في المركز الثالث للأوروبا ليج، دينامو كييف في المركز الرابع بنقطة واحدة. مفاجأة كبيرة جدا جدا يا محسن، خاصة ان برشلونة يعني زي ما بنقول على مدار 20 سنة لم يغادر دور المجموعات في الشامبيونز ليج، سبحان الله يعني المرة دي. بس هو يعني زي ما قلت لحضرتك او اتكلمنا في الاول، ان هو طبعا ده مش مفاجأة بالنسبة للمتابعين، وكان كرة القدم بتدي لك كده احيانا نوع من الانتقام حتى على المستوى التحفيلي، يمكن لما الفريق اللي اسمه شريف ده المجهول اللي هزم ريال مدريد على ارضه 2-1 في السانتياغو برنابيو، كان محبي برشلونه كانوا بيتسالوا اين يقع فريق الشريف استهزاء من ريال مدريد، فامبارح رد عليهم قال لهم يقع في الاوروبا ليج اللي انتم بتلعبوا معاهم. صحيح. طيب نخش على المجموعه السادسه، طبعا المان يونايتد في المركز الاول 11 نقطه خلاص بيا ريال دلوقتي اعتقد يعتبر 10 يعتبر 10 لسه المباراه شغال بنتيجه 2-0 لصالح بيا ريال على حساب اتلانتا، والمباراه في ايطاليا، ويكفي بيا ريال التعادل، وبالتالي اعتقد بيا ريال بيحصل على المركز الثاني، اتلانتا لليوروبا ليج في المركز الثالث، ويانج بويز السويسري في المركز الرابع بخمس نقاط. المجموعه السابعه ليل، طبعا ليل كمان اعتقد دي مفاجاه من المفاجآت طبعا، ليل هي المجموعه كلها كلها مقلوبه كره، ما كانش حد عارفه يعني رايح فين، يعني المجموعه دي والمجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه القرعه ظلمتها لما حطت اتلتيكو مدريد مع ليفربول مع ميلان ومعهم بورتو كمان، والمجموعه دي الاربعه سبحان الله يعني محظوظين يعني. صحيح. ليل طبعا انهى هذه المجموعه بالتصدر في المركز الاول، ريد بول ستراسبورغ في المركز الثاني ب 10 نقاط، شبيليا طبعا في المركز الثالث ب 6 نقاط في اليوروبا ليج، و فولسبورغ الالماني في المركز الرابع بخمس نقاط. المجموعه الثامنه برضو كانت مجموعه فيها طبعا كراسي موسيقيه بالنسبه لتشيلسي، طبعا اليوفنتوس على صداره المجموعه ب 15 نقطه، تشيلسي في اللحظات الاخيره محسن بيخسر بالظبط من دام زينت، بيخسر الصداره، هو كان متقدم 3-2 على زينت بيتروسبورغ في روسيا، وخلاص الحكم تقريبا حسب 6 دقائق وقت ضايع، في يمكن في الدقيقه الرابعه جاء فيهم جون التعادل نقلهم من المركز الاول للمركز الثاني، ومحظوظ بصراحه أليجر ومحظوظ اليوفنتوس انه ياخد صداره المجموعه دي. صحيح. طبعا تشيلسي في المركز الثاني، زينت في المركز الثالث في اوروبا ليج، ومالمو طبعا في المركز الرابع طبعا خارج البطوله، وزي ما بقول لك انا بالنسبه لي مفاجاه دورتموند، مفاجاه المركز الثالث، ومفاجاه برشلونه بجانب كمان فولسبورغ.